يحتم علي ما قبل من اليوم طرح سؤال جوهري: لماذا بعد 63 سنة من الاستقلال وضع البلد على هذه الحال؟ ما زلنا في آخر قوائم التنمية، ما زلنا نتصدر قوائم الفساد والفقر وضرب المؤسسات وغياب الأمل في تغيير هذا الواقع لدى الكثير من أفراد شعبنا. بعد 6 عقود من الاستقلال ونسبة الأمومية المرتفعة، وأغلب سكان البلد يعيشون واقية الفقر المدقر، مع انعدام البنية التحتية وتدمير بدايات تشكل المدرسة الجمهورية التي تأسس للمواطنة والهوية الجامعة والقيم المشتركة والإيمان بالوطن الواحد الذي يحمي ويظل الجميع ويطمئن له الجميع. ما زلنا نعتمد على الخارج في أكثر ركائز وجودنا في الدواء والغذاء، وتعرفون كم أفواج المسافرين من كل الفئات والمستويات بحثاً عن العلاج في دول الجوار، وتعلمون وتعيشون آثار الأزمات الدولية وتأثيرها على أسعار المواد والسلع. انحصرت مساحات الأمل والتطلعات لدى الشعب وخاصة الشباب والفئات المهمشة. تعرفون كم هي معاناة آلاف الأسر الفقيرة من أجل الحصول على عمل ومسكن وأمن وإيمان بالمستقبل. لم يتغير واقعنا، لم يتغير رغم ثرواتنا المعدنية وشواطئنا الغنية وأراضينا الخصبة الممتدة وثرواتنا الحيوانية الهائلة، مما يبقينا رهائن لاستيراد كل حاجياتنا من أصغر علبة حليب وقرص دواء إلى أهم الصناعات وأحدث التكنولوجيات. فما السبب في كل ذلك يا ترى؟ ولماذا نرضى نبقى هكذا؟ ألا يستحق شعبنا الحياة الكريمة؟ ألا يستحق بلدنا التقدم والازدهار؟ أسئلة طارحة عليكم أنتم الشباب وأنتم النساء وأنتم أهل موريتانيا. إنذرة كان ما تستحق واقع أفضل من الواقع، تستحقوا ونحن قد نحقوا ذاك، تستحق موريتانيا. 60 سنة شعبي الكريم من انطلاق مشروع الدولة، وما زال الشرح الاجتماعي مبادلا، والفجوة بين أبناء البلد الواحد والدين الواحد تزداد يوما بيوم بسبب غياب العدالة وضعف الدولة والعجز عن العلاج الحقيقي للناجع للمظالم الاجتماعية، سواء ما تعلق منها بالعبودية وآثارها ومخلفات الإرث الإنساني وعذاباته والطبقية وميراثها والقبلية وسلبياتها على الدولة الحديثة، وما يرافق كل ذلك المخاطر قابلة للانفجار في كل لحظة، خاصة مع موجات العنف والانقلابات السائدة في محيطنا القريب وتكرار فشل دول مختلفة بسبب غياب رؤية وطنية جامعة داخلية والأطماع الخارجية. أيها الموريتانيون، أيها الموريتانيات، ما زال المشكل العقاري في الحضر وفي الريف قائما يهدد السلم الاجتماعي أفقيا وعموديا، سواء بالصراع بين القبائل أو بين الفصائل أو بين الشرائح أو بين الأفراد وحتى الأسر، وما يصاحب ذلك من تعطيل لدور الأرض كرافد لبناء الاتصال وإعادة توزيع الثروة وتعزيز الانسجام الاجتماعي. 6 عقود وما زالت مؤسستنا غير فعالة بل غائبة ومعطلة، بما في ذلك مؤسسات الرقابة والتشريع كالبرلمان الذي مُعمي وأضعف إن لم يكن عضي، ومحكمة الحسابات ومفتشية الدولة والمفتشيات القضائية، وما زال القانون والحريات تعطل بجرة قلم من وزير أو والي أو حاكم أو مدير،
فمنعت الأحزاب من الترخيص. والإعلام الرسمي الممول من المال العام ظل محتكرا وغائبا عن مشاكل المواطن واهتماماته، وأفرغت حقوق الإنسان من مضامينها خاصة قضايا المرأة والطفل والأسرة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحولت الإدارة بفعل البيروقراطية إلى غول مخيف يستنفد جيب المواطن ووقته وينتقص كرامته بفعل انتشار الفساد بشكل هشتري. ويفترض أن يكون الانفتاح الديمقراطي الذي عشناه أن يكون رافعة للشبابية والرقابة، فجاء بالتجيش القبلي والشراء الذمم تماما مثل ما هو واقعنا اليوم، واستخدام المال العام وتماهي أجهزة الدولة مع الحزب الحاكم ومرشح السلطة. ما زلنا نحتاج المزيد من الجهود لتمهين جيشنا وإبعاد أغلب قياداته عن ممارسة العمل السياسي حتى يكونوا نموذجا بعيدا عن الاصطفاف الحزبي، وليكونوا على مسافات واحدة من الفرقاء السياسيين يقدرهم الجميع وهم على رؤوس الجميع. ويحتاج أمننا المزيد من الاهتمام وتوفير الإمكانيات لمحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات، وتحتاج دبلوماسيتنا إلى لعب دورها الكامل وخاصة تجاه جاليتنا في الخارج التي أنتهز هذه الفرصة لأحييها وأشد على أيديها، والتي هي جالية تعطي ولا تأخذ وتمنح ولا تمن، وأنتهز هذه الفرصة لأعبر باسم كل الموريتانيين عن موقفنا الحازم ضد كل مشروع اتفاق أو معاهدة تمس بسيادة وثوابت شعبنا ومصالحه الحيوية، ونطالب بأن يكون وأنتهز هذه الفرصة لأعبر باسم كل الموريتانيين عن موقفنا الحازم ضد كل مشروع اتفاق أو معاهدة تمس بسيادة وثوابت شعبنا ومصالحه الحيوية، ونطالب بأن يكون كل مشروع أو اتفاق أو معاهدة موضع نقاش مجتمعي ومصادقة من طرف البرلمان والهيئات المخولة من الدولة، وأن ينشر بكل شفافية وأمام الجميع. أيها الموريتانيون، أيتها الموريتانيات، 60 سنة من عمر مشروعنا الوطني، والأنظمة المتعاقبة في بحر من الخطابات تسبح في بحر من الخطابات الجامدة المكررة والأرقام المملة المزورة ووجوه تتوارث المناصب والامتيازات وذلة فاسدة تحتكر الثروة والنفوذ، وغالبية الشعب من كل الفئات وكل الجهات تعاني التفقير والتجهيد. إلى متى نصبر؟ ليت مصابر إليت على الوضع، أنت مصابر إليت، أنت ليت نقوم زمام مبادرة، تقوم مستقبلكم بأيديكم، تقوم قراركم بأيديكم، وتقيم الدولة وتحكم أنتم وفوقكم الشعب. أيها السادة والسيدات، إلى الشباب خاصة، إنه لا يحز في نفسي أن يتغير العالم وتتضاعف الميزانيات ويزداد الوعي افتراضيا ثم لا نبرح واقعنا بل يزداد سوءا. فمن أين الخلل؟ ولماذا السكوت والقبول؟ أليس من حقنا أن نتغير إلى الأحسن؟ أليس من حق هذا الشعب الصابر المسالم أن يعيش بكرامة وحرية ووحدة وفي ظروف تليق بالبشر؟ إلى متى نصبر على هذا الواقع المؤلم؟ إلى متى أيها الشعب، أيها الشباب، أيتها النساء، إلى متى؟ لماذا يهاجر شبابنا الطامح؟ آلاف من الشباب بمن فيهم ذوي الكفاءات العالية ويتحملون المخاطر للبحث عن لقمة عيش خارج الوطن رغم إمكانياتنا المتعددة. ولماذا يتراجع التعليم في بلدنا؟ ولماذا يزداد الفقر وتنتشر المخدرات وترتفع الأسعار؟ لماذا هذا الفشل المستمر؟ لماذا هذا اليأس وهزالة التفكير وقصر النظر وضعف الطموح؟ لماذا أيها الشعب، لماذا أيها الشباب؟ بل ننهض، بل ننتخب، بل نختار، بل نغير، بل نصرع الأمل. لقد أتيحت لهذا الشعب نظريا 7 فرص انتخابية لاختيار من يحكمنا منذ الانفتاح الديمقراطي.
ورغم ذلك ما زالت نفس الأنظمة الحاكمة ونفس الممارسات الراسخة والمسؤولة عن هذا الواقع والفاشلة في تغييره، فكانت النتيجة هي نفس النتيجة، وهذا طبيعي لأن النتائج بنات الأسباب إذ لم تتغير هذه فلن تتغير تلك، ولذلك ولن يحصل التغيير بالتجديد لأي نظام عجز خلال عقود طويلة، ولا لوزير كان ركيزة أساسية من نظام فاشل أو فاسد أو هما معا. لقد آل الأوان لندرك أن من حكمونا طيلة هذه العقود ولم يغيروا حان الوقت، لأن اختار قيادة جديدة تقود هذه السفينة المنكوبة إلى بر الأمان. هذه القيادة نقترحها لكم اليوم، قيادة متنوعة، قيادة ذات كفاءة، قيادة تحب الوطن، قيادة شبابية، قيادة معتدلة، قيادة تحبكم جميعا وتشعر بكم جميعا وتمثلكم جميعا. أيها الموريتانيون، أيتها الموريتانيات، لهذه الأسباب قررت خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. شعبنا وقدرته على التغيير السلمي الجاد، واثقا من وعي شعبنا وقدرته على التغيير السلمي الجاد، لا التغيير الصوري الذي يكرس الواقع ويجدد المعاناة، ولا التغيير العنيف الذي يجلب من الأضرار أكثر مما يتوخى منه المصالح، معتمدا على حيوية الشباب وحكمة الشيب، متزودا بقوة الوحدة الوطنية بين مكونات شعبنا، فاتحادنا قوة ووحدة تنصف المظلوم دون تقصير وتردع الظالم دون تجاوز إلى غيره. كما أعول على المثقفين والأطر، وأخص بالذكر المدرسين والمعلمين والأساتذة والممرضين والأطباء وعموم الموظفين، دون أن ننسى من يسمح لهم القانون بالتصويت دون ممارسة السياسة، بالإضافة إلى جالياتنا في الخارج التي تضحي من أجل الوطن والمجتمع، والطلاب في الجامعات والمعاهد والثانويات وغيرهم من يجمع بين الوعي والمعاناة. هنا هذا بالإضافة إلى الطبقات المنتجة التي تضحي لينمو هذا البلد من مزارعين ومنمين ومنقبين أهليين وصيادين تقليديين وأصحاب مهن حرة والكادين حلالا من بنائين وحمالة وسائقين وجزارين وأصحاب مؤسسات صغيرة ومعولات أسر يعانين ومتقاعدين وأصحاب التهذيب والكلمة من أدباء ومثقفين وفنانين وذوي الأقلام والكاميرات من صحابة جادين ومدونين يقظين وكتاب متنورين. وأقول للجميع إنني وبناء على برنامج الانتخابي الملزم واستنادا على مسار سياسي نظيف منذ أيام كنت تلميذا في الثانوية وتجربة استقيتها من سياسيين ضحوا من سنوات طويلة من أجل هذا الوطن وأحزاب عانت وشباب حلفاء وأصدقاء تعايشت معهم طيلة السنوات الماضية في مسار الرفض وما يقتضيه من تضحية وحصاد ذاتي نضالي وثقافي وتعليمي وحقوقي بناء. على كل ذلك فإنني سوف أسعى بجدية وبسورية وصراحة وأمانة لتغيير واقع شعبي وبلدي، ليتحق بركب الشعوب المتطورة. آن لنا أن نتطور، وهذه فرصة حقيقية أمام الشعب الموريتاني لنغير واقع هذا البلد، لننتشله من هذه الذلة الحاكمة منذ عقود والتي ضيعت مستقبل الأجيال، مستقبل كل الشباب ومستقبل النساء ومستقبل البلد. إخوتي أخواتي أيها الشعب الموريتاني الكريم، في كل منطقة في كل
وفي كل قرية. أنا قادم من حيث قدمت أغلبية هذا الشعب العزيز. درست في المدرسة العمومية مع أقراني من كل الشرائح والمكونات الوطنية، وتعلمت من ظلمي وتهميش، وتعلمت بأن ما يحصل من ظلم وتهميش منذ نشأة الدولة وحتى اللحظة لا يمكن تغييره سوى بالإيمان بالمبادئ ومواصلة النضال وطرق الأبواب المغلقة. لم تدفعنا الظروف الصعبة إلا إلى الإيمان بأن صنع الفارق في بلدنا ممكن لمن يحثون الخطى ويملكون رؤية ويشعرون بآلام وتطلعات شعبهم، جميع شعبهم، وأكرر جميع شعبهم. إن تنوع خلفية اجتماعية في بلد ذري بتنوع العرق جعلني أشعر بمعاناة جميع مواطنينا باختلاف صورهم ولغاتهم، وألمس من قريب بحثهم عمن يزرع في قلوبهم الأمل ويصنع التغيير ويجعل من هذا التنوع نقطة قوة وجمال لا نقطة ضعف وتنافر. شعبنا العزيز، سنبني معا موريتانيا جديدة تتأسس على فخرنا بتنوعنا الثقافي. سنكرس موريتانيا المتصالحة مع نفسها، المستعدة لتداوم جراح ماضيها والمتحدة من أجل صالح أجيالها القادمة. بأيدينا نصنع المستقبل، بأيدينا نصنع هذا المستقبل الذي هو أمامنا. بلى موريتانيا الجديدة. حفظ الله موريتانيا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.